السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا. معاكم عبير من قناة منوعات بوتا. النهاردة هنعمل فيديو جديد جديد جديد، هنتكلم فيه عن النجوم او الابراج. هنبتدي باصحاب برج الحمل وهو من 21/3 ل 19/4. صفات صحاب البرج ده ان هو إنسان جميل وجذاب ومثل أعلى ونشيط وجريء وشجاع، بيكره الكذب ويكره النفاق ويكره الخداع، بس متوافق مع الآخرين. بيتوافق مع الأبراج النارية زي برج الأسد والقوس. من أشهر مواليد البرج نابليون وديكارت وعمر الشريف ونزار قباني. عاطفي جداً بس له شوية سلبيات كده، ان هو غير صبور، هجومي، مزاجي، اول من يتخذ الاجراءات في المواقف المختلفة. عندي البرج الثاني برج الثور من 20/4 ل 21/5. ده برج ناري. صاحب البرج ده متزن ورزين وخلوق، ويمكن الاعتماد عليه في كل الامور. قنوع جدا، لا يمكن تغيير قناعاته أبدا. يكره الضجيج والازدحام، يفضل العيش في الأماكن الطبيعية. من أشهر مواليد البرج ده فرويد، شكسبير، ليوناردو دافنشي. يتمتع بالاسترخاء في البيئات الهادئة وتحيط به الروائح الجميلة. عنيد، يكره الاعتراف بآراء الآخرين. معانا البرج اللي بعديه برج الجوزاء. معانا برج الجوزاء من 22/5 ل 21/6. صفات البرج ده او البرج ده عامة هوائي. صفاته ان هو منفتح العقل، استقلالي، مندفع عفوا، يعتاد التفكير على اساس المبادئ والقيم. يتوافق مع الميزان والدلو. من مشاهير برج الجوزاء أحمد مكي، أنجولينا جولي، كيدمان. برضو من صفاته أنه هو حنون وفضولي، اجتماعي، يجيد التواصل والعلاقات مع الآخرين. دايما مزاجه يعني متقلب المزاج. من سلبياته عصبي ومتردد. عندي برج السرطان من 22/6 حتى 22/7. برج السرطان ده برج مائي. صفاته ان هو حساس، عاطفي، متناقض، يحب الامتلاك، مما يجعله غير عادل في علاقاته، يعني ما عندوش عدل في علاقاته خالص. بيتوافق مع برج الحوت والعقرب. من مشاهير هذا البرج هيلين كيلر، نيلسون مانديلا. نقاط القوة عنده امتلاكه خيال كبير جدا، مخلص، متعاطف، بس له نقاط ضعف كتير. انه مزاجي، انه هو متقلب دايما، بيحب دايما يفرض رأيه. اصحاب البرج ده برضو عندهم عاطفة عالية، حساسين قوي، دايما بيفضلوا ان هم يبقوا قاعدين في البيت لفترات طويلة. بيهتموا بشدة بأسرهم وأصدقائهم المقربين. بيضعون قيم يعني بيحطوا قيمة كبيرة جدا للمشاعر. بيبحثوا عن شركائهم أو شركاء يمكنهم التواصل معاهم من خلال الاتصال الصامت. عندي البرج اللي بعد كده برج الأسد. برج الأسد ده برج ناري. صفاته ان هو محبوب جدا. المجتمع يعني له هيبة في المجتمع. بيخدم الاخرين، بيحترم الاخرين، بس بيسيطر برضو على الاخرين. يحب الاختلاط بالاخرين ومساعدتهم. بيتوافق مع برج القوس. مشاهير البرج ده جاكلين كيندي، روندا البحيري، وابراهيم خان. من صفاته الايجابية ان هو مبدع وعاطفي، طيب القلب، كريم، مضحك، يحب المسرح،
يحب العطلات اللي هي ايه الاجازات، بيحب الحاجات الغالية التمن، بيحب الالوان الزاهية، بيحب المرح مع الاصدقاء، بيتميز بالحيوية. دايما اصحاب البرج دول طموحون ومبدعين قوي في القيادة، بيميلوا للانشغال المستمر وبيبذلوا قصارى جهدهم في عملهم، مبدعين في القيادة وفي إدارة الآخرين. عندي البرج اللي بعد كده، برج العذراء. نوع البرج ده ترابي، صفاته إن هو مرن جدي، له لسان لبق جدا، يخاف من المجهول، ينتقد الآخرين بشدة. بالمناسبة برج العذراء ده من 23/8 ل 22/9. من مشاهير البرج ده نيوتن، صوفيا لورين، مصطفى قمر، كاظم الساهر. من صفات البرج أصحاب البرج دوت إن هما صفات برج العذراء، أصحاب البرج دوت بيتصفوا بالمنطقية، والمنطقية الإيجابية بالذات، والمنطقية العملية والمنهجية في الحياة. نقاط القوة عندهم إن هم مخلصين بشدة. نقاط الضعف عندهم إن هم دايما قلقين، دايما عندهم انتقاد لذاتهم. بتعتبر العذراء أكتر الأبراج حذرا، ولا تتخذ قرارات في حياتها دون تخطيط مسبق لمرات كثيرة. بيمتلكوا حسا متطورا وقدرة عالية على الكلام والكتابة. إنهم يفضلون العلاقات المستقرة دائما. عندي البرج اللي بعد كده، برج الميزان، من 23/9 ل 23/10، دوت برج هوائي. صفاته ان هو صاحب البرج ده بيحب العدل في كل حاجة، بيحب دايما المبادئ والقوانين يمشيها في حياته. من مشاهير البرج دوت سمية الخشاب، عمرو دياب، توماس وولف. اصحاب البرج ده بيتميزون بان الشخص، شخص برج الميزان دوت، شخص لطيف عاشق للجمال والانسجام والسلام، ويحاول ابقاء الجميع سعداء. اصحاب البرج دوت بيجدون صعوبه في ان هم يقولوا لا للاخرين، مما يجعلهم متوترين دايما. من صفاتهم الايجابيه التعاون والنزاهه، من صفاتهم السلبيه التردد، تجنب المواجهه، متواضعين لحد كبير جدا. بيتجنبوا الصراع من اجل السلام، لهم اراء خاصة، بيحبوا دايما ان هم يبحثوا عن المعرفة والموسيقى، ودايما بيبقى عندهم حس عالي قوي فني. صفات برج، عندي البرج اللي بعد كده، العقرب، من 24/10 ل 21/11. اصحاب البرج دوت، البرج ده مائي. من صفات البرج ده انه اكتر الابراج غموضا، واقوى الأبراج مغامرة وتحدي. من الشخصيات العامة اللي هي برجها برج العقرب، فيروز وشاروخان وأحمد حلمي وإليسا. في سمات لأصحاب البرج ده، وهي سماتهم الصدق والنزاهة، سمتان يجعلان العقرب صديقا جميلا، وأشخاص العقرب متعاونون ومخلصين للغاية. وعندما يتعلق الأمر بالعمل فهم أكثر سرعة بديهة وأذكى الأشخاص، ويشعرون بأنهم أفضل مع رفقة أصدقاء مخلصين ومحبين للرحلات والمرح. دايما شديد الانفعال، مخلصون للغاية، دايما بيتولوا رعاية أسرهم. نقاط القوة بتاعتهم إن هم عندهم الشجاعة والحيلة. نقاط الضعف عندهم الغيرة والسرية. صحاب البرج ده عاطفيون جدا وشجعان،
عندهم حزم في كل أمور حياتهم، لذلك بيعيشون الحياة بإصرار شديد، مدركين قيمة الصدق والمحافظة على الأسرار. كما أن معروف يعني صاحب البرج ده معروف بالسلوك الهادي والغموض، وبيكره جدا الخيانة. عندي البرج اللي بعد كده برج القوس، من 23/11 ل21/12، برج ناري. صفاته ان ليه تأثير مميز جدا بسبب شكله الجذاب وجسده الرياضي، مغرور جدا، بيحب التمتع بالحياة قوي. اشهر مواليد هذا البرج جبران خليل جبران، عاصي الحلاني، ماري مارثون. صفاته بقى ان هما منفتحون قوي على الاخرين، متحمسون، ديناميكيون، يتمتعون بالحرية، يستمتعون بالسفر واستكشاف العالم والرحلات والثقافات الاخرى. دايما بيبقوا عايزين شريك ليهم يكون مستمتع معاهم بطبيعتهم المرحة، مخلصين جدا لشركائهم في الحياة، عندهم حب جامد جدا للتنوع. عندي بقى برج الجدي، ده برج ترابي، من 22/12 ل19/1. صفاته ان هو محبوب وناجح، له تأثير كبير جدا على الاخرين، عنده قدر عالي جدا من الطموح، طموح جدا، من اشهر شخصيات البرج ده ام كلثوم وكارلوس، دايما مسؤولون ولديهم قدرة كبيرة على ضبط النفس والإدارة الجيدة. صاحب البرج ده ذكي، مستقر، موثوق فيه، مما يجعله صديقا متميزا ومخلصا للغاية. أصحاب البرج ده بيساعدوا غيرهم عشان يحققوا أحلامهم، مخلصين، بيحبوا الأصدقاء جدا، عندهم شعور كبير جدا بالسلام والذكاء والأمانة، بيشعر ان هو مرتبط بكل شيء من ماضيه وطفولته، صارم، عادل، بيتحمل المسؤولية بسهولة، بس ليه نقط ضعف، انهم يريدون معرفة كل شيء ولا يرحمون ثغرات الامور. عندهم شعور كبير، يعني أصحاب البرج ده برضو عندهم شعور كبير بالاستقلالية الداخلية اللي بتساعدهم على تحقيق أهدافهم الشخصية، خبراء في وضع الخطط، يعني دايما بيقدروا يظبطوا نفسهم، عندهم ضبط نفس قوي، لذلك بيصعب على أي شخص إن هو يحطم جدران برج الجدي، ولم يكن الحديث عن المشاعر سهل معهم. الدلو، من 20/1 ل18/2، برج هوائي. صفاته ان هو مستقل، غامض، متفائل، بيحب الحرية، فعال جدا. من مشاهير البرج ده توماس اديسون. نقاط ضعفه ان هو بيهرب دايما من التعبير العاطفي، بيفكر دايما تفكير عميق، بيحب يساعد الناس، بيشعر بالراحة في وجود أشخاص آخرين. أحيانا بنلاقيهم خجولين، أحيانا بنلاقيهم ليهم تصرفات غريبة، غريب يعني تحس إن هو غريب الأطوار، يعني متقلب كده، كل فترة له مود معين. قادرين على الرؤية دون تحيز، مما يجعلهم قادرون على حل المشكلات بسهولة. بيحتاج لقضاء بعض الوقت بمفرده لاستعادة طاقته، ويستخدم عقله في كل فرصة، وفي حالة عدم التفكير فإنهم يشعرون بالملل ويفتقرون للحاضر لتحقيق أفضل نتيجة. الحوت، من 19/2 ل20/3. الحوت ده برج مائي. صفاته ان هو حساس، غامض، لطيف، مكابر، بيغضب لأتفه الأسباب. أشهر مواليد البرج ده جورج واشنطن ومايكل أنجلو. عندهم رحمة
كبيرة جدا وحكمة، محبين جدا للموسيقى، بس دايما من نقاط ضعفهم ان هم بيهربوا من الواقع. ردود افعالهم سريعة، بس لديهم حب كبير لمساعدة الاخرين والرغبة في رد الجميل. رومانسي، عشاء للعاطفية، يتطلبون التواصل لأعمق درجة مع شركائهم، ودود جدا، عنده رغبة في مساعدة الآخرين دون أمل في المقابل، بيتميزون بالسخاء والحكمة. احنا النهاردة خلصنا جميع الأبراج، وإن شاء الله الفيديو الجاي هنمسك برج برج ونتكلم عن تطلعاته وطاقاته. ولو عجبك الفيديو اعملي لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان توصلك كل فيديوهاتي، واي سؤال اسألوه وانا هرد عليه في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.